لفترة طويلة، يمكن لمدة 6 سنين، يمكن أنا كنت شغال في قطاع حكومي في الكويت، فمريت في تجربة الدوام الحكومي المميت في الكويت. فهذه القصة على طول شدت انتباهي على طول. سوري بابا، أنا أقول سوري، آسف، أنا ما أدري. اللي ساعدني فيه هو كان الكاتب معي، مخرج سعودي اسمه حسام الحلوة، وقتها هو اللي كان شغال معي على السكريبت. فمن الأشياء اللي غيرناها طبعاً البيئة نفسها والجنسيات، مثل ما ذكرت قبل شوي الجنسيات، لأن في القصة الروسية لأنهم جميع يعني كل الشخصيات مواطنين روسيين، بس في روسيا في وقتها، وقت القصة، وقت كتابة القصة، كان في طبقات كلها السيستم، بحيث أن الموظف في الدرجة هذه ما يقدر يتعدى على الموظف هذا، والموظف هذا ما يقدر فكان في مثل سلم وظيفي. بس إحنا بالكويت ما عندنا الموضوع هذا، يعني في سلم وظيفي هذا، ولكن يعني معظم الموظفين يعاملون نفس الطريقة، الكويتيين خصوصا. عادة الجنسية البنغالية هي اللي تعاني بالسلم الوظيفي، هي تكون يعني في على قولتهم يعني تكون في آخر الليفل في السلم الوظيفي. علي، إيش فيك؟ إيش فيك؟ شكلك مريض. أهم شيء تلعب عليه القصة هي الإهانة، إهانة موظف لموظف، ومحاولته لكسب احترام المدير هذا. مدير ايه يا ابني؟ يلا يلا يلا، شوف شغلك، كفايه عطله. شوف هو متى يكون فاضي؟ انا بكلم ضروري. ما فيش فاضي، عنده اجتماعات.